تنفيذ حكم الإعدام تم بمساعدة اتنين، عشماوي اللي المفروض ينفذ حكم الإعدام ومنفذوش، ودكتور السجن اللي أعلن حالة الوفاة وهو لسه عايش. والاتنين دول ما عملوش كده من نفسهم، لا كان في واحد وراهم هو اللي أجبرهم إنهم يساعدوا سليم، والواحد ده مننا. وده كان التفسير الوحيد والمنطقي واللي بيرد على كل الأسئلة، وده كان في حد ذاته مشكلة وكان لازم نرد عليها وبسرعة. كنا إن الوزارة مخترقة وفي الوقت ده بالذات كارثة، عشان كده كان لازم نكشف مين اللي ورا جابر وسليم. واتضح إن الشخص ده هو اللي هو صبري فهيم. حمزة مالك أنت مش معانا ولا إيه؟ لا يا فندم أنا تمام مع حضرتك جدا. طيب يا حمزة تعالى عايزك بعد إذنك. حمزة أنت لو مش عايز تكمل الاجتماع بلاش. أنا آسف يا فندم إن أنا سرحت جوه، بس حمزة أنا عارف العلاقة اللي بينك وبين اللي هو صبري شكلها إيه وعاملة إزاي، وعارف إن اللي بيحصل دلوقتي صعب عليك قد إيه، لكن الظروف اللي إحنا فيها مش مستحملة، وعشان كده أنا بديك فرصة لو عايز تنسحب انسحب. لا يا فندم أنا بس كنت عايز أتأكد إن هو اللي ورا جابر وسليم. طيب يا حمزة لو اتأكدت. أنا بنفسي يا فندم اللي هقبض عليه، وأنا مش عايز أسمع منك أكتر من كده. يلا بقى نكمل الاجتماع. اتفضل يا فندم. صاحي؟ من بدري. خير، ايه اللي شغلك؟ حاجات كتير. انت اللي خير، شكلك عايز حاجة؟ بصراحة في حاجة مهمة محتاجينها وعايزك تجيبها لنا بسرعة. حاجة ايه؟ خطة تأمين السجون في وقت الطوارئ. اشمعنى؟ مش وقته يا سليم. المفروض اجيبها ازاي دي؟ انت عارف ازاي. كلمه بس وهو هيتصرف. باشمهندس سليم ابوك تعب ونقلوه المستشفى. حمزة بطل بقى الهباب اللي عمال بتبلبعه ده كل شوية، هتقع من طولك هتتعب. ضهري هيموتني. لازم اخد له حاجة. ايوة بس انت كده مش هتعرف تكمل، كل واحد فينا وله اخر. اهد على نفسك شوية. ما عادتش تفرق، خلينا في اللي احنا فيه. ماشي براحتك. هتعمل ايه مع اللي هو صبري؟ هعمل ايه يعني؟ زي ما قال اللي هو سيف، لازم نتأكد الأول إن هو كان بيساعد سليم. بص يا حمزة أنا عارف اللي بينك وبين اللي هو صبري عامل إزاي، بس لو طلع هو هتعمل إيه؟ لو طلع هو اللي ساعد جابر وسليم هو اللي جابه لنفسه، يشيل بقى. مش هينفع يا سليم. يعني مش هينفع؟ ده ابويا يا شيخ جابر، ابويا. ابوك ما دام دخل المستشفى يبقى اكيد متراقب. يعني انت لو رحت له دلوقتي هتقبض عليك من قبل ما تشوفه كمان. تعال يا سليم. تعال يا ابني وشوف انت عايز تعمل في نفسك ايه. يعني اسيبه في المستشفى كده لوحده؟ ده ملوش غير، ملوش غير يا شيخ جابر. وانت لو رحت له هتعمل له ايه اصلا؟ ابوك تعبان يا ابني. وانت مش هتسيبه ولا حاجه. احنا هنستنى لما ربنا يكرمه ويطلع من المستشفى ويرجع بيته، وبعدين نبقى نفكر هتشوفه ازاي. انما دلوقتي لو رحت له هتتمسك وانت عارف كده كويس. طب اسمعني انا ممكن اسمعني انت يا سليم. مفيش حاجه قلتها لي ولا طلبتها مني وانا قلت لك عليها لا.
لكن المرة دي بقى ما ينفعش. أنا قلبي عليك. أروح لأبوك مش هينفع. وده آخر كلام عندي. خش يا سليم. خش يا ابني، صلي لك ركعتين. وادعي له إن ربنا يقومه بالسلام. يلا يا اخوانا، كل واحد على شغله. ما شاء الله ما شاء الله، الولد ده هيبقى عملاق زي جده بالظبط. الولد ده كبر، كبر امتى؟ والله يا بابا هو كبر من بدري، بس انت لما بتشوفوش خالص. انت عارف مشاوير بعيده، والواحد مش زي زمان، صحته مش زي الاول. يا سيدي انت بقى كلمني وانا اجيبه لغايه عندك واجيلك. يا راجل انت فاضي؟ خليك انت في شغلك. ها عامل ايه في شغلك بقى؟ انا شغلي زي الفل. انت طمني عليك، صحتك عامله ايه؟ تاخد ادويتك ولا لا؟ ايه لا، احيانا يعني لا، لكن باخدها لما افطس. يعني انت بتتدلع في الادويه؟ هو عشان ما فيش ماما اللي كانت بتديهولك غصب عنك ما تاخدش الادويه بتاعتك؟ يا راجل فكرتني بماما، ما كانت بتجري ورايا في كل حته عشان اخد الدواء زي العيال الصغيرين بالظبط. طب ما كان عندها حق اهو. انت مفيش حد بيراعيك دلوقتي، لما كنتش تاخد بالك من نفسك وتراعي نفسك مش هينفع. اقول لك اقتراح كويس، جوزني في اي حاجه. شوف لي بنوته حلوه كده بالكليه اللي عندك، بنت وزوزه ظريفه، تجوزني وتراعيني وتاخد بالها مني في اي حاجه دي. طب صدق بقى ان انا هجوزك فعلا. فعلا هجوزك. هدى؟ مين هدى؟ حماتي. يا راجل حرام عليك، ده حماتك دي رغايه مش كلش خالص خالص خالص، وانا راجل صحتي على قد ما استحملش. طول الوقت بترغي بتتكلم كتير. انا قلت حاجه غلط في ايه؟ اتفضل يا عم. صح خالص يا عم. واعمل حسابك هتقعد تتغدى معانا، ماما كمان كلمتني وزمانها جايه. اهي فالحلو، مبروك يا حاج. الحمد لله. تمام اعمل ايه؟ ما دمت ما بتجيش النادي نشوفك هناك، قلت اجي لك هنا بنفسي اشوفك. تنور في اي وقت يا صبحي، ده مكتبك. انما يعني ايه اللي مخليك مختفي اليومين دول ومشغول عننا؟ انت عارف بقى الشغل وتقفيل السنه الماليه، لازم الواحد يتابع كل حاجه بنفسه والا الحكايه. يعني مش موضوع المناقصه بتاعت المتحف هو اللي شغله؟ ايوه هو موضوع المناقصه اللي شغلني. تشرب ايه؟ لا انا مش جاي اشرب. على فكره انا كان ممكن اكلمك في التليفون عشان ما اضيعش وقتك، بس حبيت اجي لك لحد هنا واقولها لك بنفسي في وشك. يعني تقول لي ايه؟ اقول لك ما تضيعش وقتك، انسى موضوع المناقصه بتاعت المتحف ده خالص. انسى ليه بقى يا صبحي؟ لان انا قررت ان المناقصه دي تكون من نصيبي، وانت عارف بقى يا معتز انا لما احب اخد حاجه محدش في الدنيا يقدر ياخدها مني. صبحي الغنيمي قرر ينزل المناقصة ضدنا. زي ما توقعت، شكله مش هيسيبنا في حالنا. طب وإيه المشكلة؟ ما هي المناقصة مطروحة للكل وأي حد ممكن يتقدم لها، وإحنا عارفين إن في شركات تانية ممكن تحاول تاخدها. شركة صبحي الغنيمي مش زي أي شركة، وصبحي نفسه مش زي أي منافس عدى علينا، وإحنا ياما عدى علينا منافسين. هتفهمها يا خالد؟
شوفي من الآخر كده، صبحي الغنيمي إنسان مريض، واحد ورث فلوس كتير وأي حاجة بيعوز ياخدها لازم ياخدها، بالشطارة بقى، بالواسطة، ولا حتى بإنه ينسف اللي هو في سكته، مش مهم، المهم إن الحاجة اللي عايز يوصلها صبحي الغنيمي لازم يوصلها. وصبحي قرر ياخد مننا مشروع المتحف. طيب ماشي، وبعدين هنسكت يعني؟ لا طبعا، أنا عشان كده جبتكم. العرض اللي كنا مجهزينه عشان نقدمه للحكومة لازم تقعدوا تشتغلوا عليه من الأول، لازم التكلفة ووقت التنفيذ يقل بأي شكل ممكن، لازم نقدم للحكومة عرض أحسن بمراحل من أي عرض هتقدمه شركة صبحي. وتفتكر ده كفاية؟ لا طبعا، دي مجرد خطوة. أنا من ناحيتي هتابع صبحي وأشوف هيتحرك إزاي، لأن أنا متوقع منه ضربة قوية وقريب جدا. أنتوا لازم تأمنوا ظهري. باختصار كده أنا عايز أدخل الحكومة بحاجة تخليهم ما يقروش أي عروض تانية من أي شركات تانية. هتقدروا؟ نقدر. أنت مش معايا ولا إيه؟ لا لا معاك طبعا، أكيد أكيد هنقدر. يا سليم، سليم عامل ايه يا ابني؟ سليم انا ابوك، انا جاي اطمن عليك يا ابني. الله، وبعدين يا سليم ايه اللي انت عامله في نفسك وفينا ده يا ابني؟ يا سليم عشان خاطر اتكلم انت يا ابني، ولا كده انت هتموتني؟ سليم انا عايز افكرك بحاجه. فاكر يا حبيبي لما ماما الله يرحمها توفت وكنت انا تعبان، تدخلت عليا زي ما تكون انت اللي ابويا، قلت لها يا بابا انت في محنه وربنا بيبتليك بالمحنه دي، لكن لازم تثبت انك قدها وقدود، فاكر؟ وعشان كده انا استحملت استحملت لغايه ما خرجت من المحنه. يا ابني انت الوقت في محنه وهتخرج منها، والله هتخرج منها، بس مهم يا سليم انك تتكلم وتريحنا. اللي انت عامله في نفسك ده غلط يا سليم، انت قافل على نفسك ومحدش عارف يساعدك يا ابني. يا سليم رد عليا يا ابني، اتكلم اتكلم يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. سليم يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، الحمد
الو، ايوه يا سليم، انت عايز مني ايه؟ ازاي تكلمني عن النمره دي؟ غاده، عايزك تقابليني في المكان اللي احنا متعودين نتقابل فيه بعد نص ساعه، متاخريش. الو، انت اتجننت؟ ازاي تكلمني على الرقم التاني؟ عارف ان تليفونك التاني ده متراقب، وعشان كده كلمتك عليه. عايزك تنزلي دلوقتي من الشركه وتروحي اي مكان، انا مش هينفع اشوفك دلوقتي. انا قلت لك مليون مره لا عايزك تتصل بيا ولا عايزه اقابلك. ابويا بيموت في المستشفى دلوقتي يا غاده، ارجوك ساعديني، انا ماليش حد غيرك دلوقتي اطلب منه انه يساعدني. سليم لو سمحت ما تشيلنيش ذنب حاجه انا ماليش اي دعوه بيها. انا مش عايز منك دلوقتي غير انك تروحي اي مكان وتقف فيه شويه، هما هيراقبوك ويفتكروا ان انا جاي اقابلك. انا لا هتحرك من هنا ولا هساعدك، مفهوم؟ غاده مفيش وقت، ابويا لو مات من غير ما اشوفه عمري ما هسامح نفسي ولا هسامحك. غاده انا عارف ان انا ظلمتك معايا وحملتك فوق طاقتك، بس ده ابويا يا غاده، مش هينفع اسيبه كده، ارجوك ساعديني. طيب وايه المطلوب مني دلوقتي؟ اتحركي دلوقتي حالا من الشركه وهم هيمشوا وراكي، ومش مطلوب منك اكتر من كده. شكرا يا غادة. كلم غادة وعايز يقابلها دلوقتي. غادة؟ وهي رايحة له دلوقتي. يلا بقى عشان مفيش وقت. هات يا ابني المفتاح. يلا يا رجالة. أيوه بهاء. اتحركت ولا لسه؟ طب وحمزة؟ معاك. طب كويس. بقولك يا بهاء خليك حذر وما تسرعش، اوعى غادة تحس بيك الا لما تتاكد ان سليم معاها، فاهم يا بهاء؟ ما تضيعش الفرصه مننا. ماشي يا بهاء، وكلمنا على طول اول ما تقبضوا عليه. يلا سلام. اتحركت. حلو قوي. وهي فين دلوقتي؟ طيب خليكوا وراها، بس اوعى تحس بيكوا، خليكوا بعيد عنها تماما عشان ما تحسش ان في حد بيراقبها، بس انتوا تكونوا شايفينها. الكلام واضح؟ يلا انا جاي لك على طول. سلام. حمزه، غادة اتحركت. انا جاي وراك، بس بهاء غادة ما يحصلهاش حاجه. مش وقت الكلام ده بهاء، لغايه دلوقتي هي ما عملتش حاجه غلط. نقبض على سليم لكن هي حصل لها حاجه؟ لا. تمام. ردي بقى يا غدا، ردي.
الحقيقه يا ستيم انا الحقيقه مستعجب المكان ده. اصلا انا سليم عمري ما دخلت مكان زي كده ابدا, ولا عمري شفتك في مكان زي كده ابدا. يعني سليم الحقيقه مش لاقي كلام اقوله, مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه. انا اسف, اسف اني خليتك تيجي هنا, واسف ان انا حطيتك في الوضع ده, بس عشان خاطري. خلي بالك من نفسك, انا مش هبقى موجود عشان اخد بالي منك. انا عارف ان انا كنت بأثر معاك في حاجات كتير, بس عشان خاطري سامحني. ما تكسلش في الدواء, ما تكسلش في صحتك. اعمل ايه بصحتي بعديك يا سليم؟ ايه اهميه صحتي؟ انا بدأ ليل ونهار ان ربنا ياخدني عنده قبليك وبدري, عشان ما عانيش اللي انا بشوفه. على اي الحالات احنا ما عندناش فيه, ما عندناش حاجه غير الصبر, الصبر الصبر والسلوان. و يعني مش هقدر اقول غير ان تاخد السبحه دي يا سليم, تخليها في ايديك وتسبح بيها وتحمد ربنا وتشكره وتطلب منه المغفره, لان ما نملكش حاجه غير ان احنا نسال ربنا المغفره وربنا يغفر لك. لو كنت أخطأت ويغفر لنا كلنا, مش لاقي حاجة أقولها, مش لاقي حاجة خالص أقولها. متقولش حاجة, أنا آسف, أنا آسف. أنا ما عادش عندي حاجة أقولها خلاص. ما عنتش فاهم أي حاجة. ربنا يغفر لك ويغفر لنا ويخرجنا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يسامحنا سامحنا كلنا ويغفر لنا. يلا الحمد لله على كل شيء, الحمد لله على كل شيء. ايه ما جاش؟ هو مين ده اللي ما جاش؟ يلا اتفضلي معايا. على فين؟ اتفضلي معانا. سيب ايدي. اتفضلي. ايه؟ جايبين لي القديم؟ مش عارفين ان الداخليه غيرت لبسها؟ ده اللي شفناهم لابسينه اخر مره. انت هتعدي ورايا؟ لما قلت القديم يبقى ده القديم. ايه يا عمر؟ عايزني بدل ما نخرج الناس من السجن ندخل مكانهم؟ يلا يا ابني انت اهو شيل الحاجات دي كلها ولعوا فيها جوه. استغفر الله العظيم يا رب, استغفر الله العظيم. صالح عمر يا شيخ جابر. سليم لسه ما رجعش؟ لسه يا شيخنا. تحب اكلمه لك؟ لا سيبه, روح انت شوف شغلك. حاضر يا شيخ. عمر تعال يا ابني. الغلطة الصغيرة زيها زي الكبيرة يا عمر. في الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش تتصلح يا ابني.
اسف يا شيخ جابر. انا مش عايزك تعتذر، انا عايزك تقوم تتوضى، الصلاة قربت، وبعد الصلاة بكمل شغلك، وقول للرجالة تجهز عشان نصلي جماعة. ما بارك الله في عمل نولي عن الصلاة. يلا. لو تسمح لي بسؤال يا شيخ جابر، الدكتور بتاع السجن ده اللي انا سمعتكم بتقولوا ان هو اتقبض عليه، مش غلط نسيبه في ايد الداخليه؟ انا قصدي يعني يا شيخنا ان الداخليه لو عايز حد يتكلم هتخليه يتكلم. روح اتوضى يا صالح. امرك يا شيخ. انت مين؟ قتلوه؟ ازاي؟ ايوه يعني هو مات ولا لسه؟ نقلتوه مستشفى السجن. طيب حاولوا تلحقوه باي طريقه وكلمني قول لي عملتوا ايه؟ انا في انتظار ردك. يلا. ادخل. سيب باشا مساء الخير. اهلا يا صبري باشا. اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا. الحقيقه كان في موضوع شاغل دماغي من فتره كنت عايز اكلمك فيه. خير يا صبري باشا، اتفضل. سليم وجابر من الواضح ان هما بيخططوا لعمليه جديده، واللي بياكد لي ده وجودهم في القاهره. فأنا يعني لو العملية بالخطورة اللي أنا متوقعها، بقول إن إحنا لازم نكون جاهزين لأي احتمال. السؤال الأهم بقى، عملتوا إيه في خطة تأمين السجون